التقنية الحديثة لتشخيص وعلاج الخلايا الحية. الأصول الأساسية للعلاج البيوإلكتريكي والبيوإلكترومغناطيسي للخلايا الحية. لعلاج دقيق وعلمي لأنواع اختلالات الخلايا، علينا أن نتعرف كيفية هذه الاختلالات وتحليلها، ثم طرد المرض من الخلية من حيث دخلها. أسلفنا سابقاً أن تأثير العوامل الهدامة الخارجية والداخلية يحدث تفاوتاً في الأركان البيوإلكتريكية والبيوإلكترومغناطيسية للخلية، ويمكن القول تقريباً إن هذا الأمر هو الذي يسبب جميع الأمراض. لذلك علاج الخلايا يعتمد على التعادل البيوإلكتريكي والبيوإلكترومغناطيسي للخلايا، والوظيفة الأساسية لهذا التعادل تكمن في هذه النقاط الثلاث: إيجاد التعادل البيوإلكتريكي والبيوإلكترومغناطيسي للخلايا، ترميم وتعزيز مراكز إنتاج طاقة الخلايا. إزالة الخلايا التي فقدت تعادلها الخليوي. القاعدة الأولى للعلاج الأساسي البيوإلكتريكي والبيوإلكترومغناطيسي للخلايا الحية هو إنتاج الطاقة البيوإلكتريكية البحتة صناعياً. الخلايا الحية تستجيب فقط للطاقة البيوإلكتريكية البحتة للخلية. إذا كانت الطاقة البيوإلكتريكية المنتجة بطريقة صناعية لا تماثل تماماً ميزات الطاقة البيوإلكتريكية للخلية، يتم مواجهتها كما لو كانت جسماً مجهولاً ومختلفاً عن الخلية حتى القضاء عليها ويحاول طرده. بعبارة أدق، إن مواجهة الخلية للطاقة البيوإلكتريكية المختلفة يعتبر دفاعاً أولاً ثم القضاء عليه في المرحلة التالية. إن إنتاج الطاقة البيوإلكتريكية البحتة للخلية هو خطوة هامة في علاج الخلية الأساسي، وتصميم وابتكار منتج يستطيع أن ينتج الطاقة البيوإلكتريكية البحتة للخلية هو أول وأهم مرحلة في العلاج الأساسي للخلية. دراسة وكتابة الأوامر البيوإلكتريكية والبيوإلكترومغناطيسية للخلايا الحية. الخلايا الحية تنفذ مليارات العمليات البيوإلكتريكية والبيوإلكترومغناطيسية الحية في كل ثانية، وهذه العمليات بمجموعها تنظم نشاطات الخلية. من الميزات الرئيسية لهذه العملية أن لكل منها شكلاً خاصاً، وكل شكل يختص بأحد الأوامر البيوإلكتريكية والبيوإلكترومغناطيسية الذي يدخل الخلية للقيام بعملية خاصة تناسبه. في آن واحد تصدر آلاف الأوامر في خلية ما، ونتيجتها إجراء آلاف عملية خليوية. فإذا كانت الأوامر المذكورة لا تتخذ أشكالاً خاصة، لن يكون بالإمكان حدوث نشاطات مختلفة في الخلية الواحدة، ولكان بالإمكان حدوث تداخل في العمليات. بعبارة أدق، لكي تمارس خلية النشاط رقم واحد، يجب أن يصدر أمر خاص لهذا النشاط، أي الأمر رقم واحد إلى الخلية. على سبيل المثال، 100 أمر بيوإلكتريكي وبيوإلكترومغناطيسي يفعل في وقت واحد 100 مرحلة للعمليات في خلايا البنكرياس. هذه الأوامر يجب أن تشتمل على 1000 شكل مختلف لكي تمنع التداخل. هذا القانون أيضاً جار في عملية غير متزامنة التي يجب أن يراعى فيها الترتيب. على سبيل المثال، يجب أن تبدأ العمليات من رقم 1 إلى رقم 100. هنا أيضاً يجب أن تبدأ الأوامر التي تكون مختلفة من رقم 1 وتنتهي برقم 100. تستجيب الخلايا الحية إلى الأوامر البيوإلكتريكية والبيوإلكترومغناطيسية بشكل منفرد وجماعي. مثلاً، يمكن إجراء عمليات إنتاج الأنسولين في خلية واحدة بمجموعة من الأوامر الخاصة، ونتيجة ذلك إنتاج الأنسولين، أو يجب أن يستخدم أمر خاص وتكون نتيجته إجراء قسم من عمليات إنتاج الأنسولين. الخطوة الثانية الهامة في العلاج الأساسي للخلايا هي معرفة الأشكال المختلفة للأوامر البيوإلكتريكية والبيوإلكترومغناطيسية للخلايا الحية. معرفة دقيقة، وباستخدامها يمكن أن نتحكم بالنشاطات الخاصة بكل واحدة من آلاف المليارات من خلايا الكائن الحي وتوجيهها.
المرحلة التالية في العلاج الأساسي للخلية هي التوجيه المبرمج للأوامر البيوإلكتريكية والبيوإلكترومغناطيسية للخلايا. للوصول إلى الأهداف والنتائج المطلوبة يجب تنظيم برامج متناسبة مع الأهداف والنتائج المرجوة، ثم يجب أن نستخرج النتائج المطلوبة بتوجيه تلك البرامج إلى الخلايا المقصودة. لا يمكن إنجاز هذا العمل الهام والدقيق جداً في بيئات عادية في المستشفيات والمختبرات، ويجب أن يخصص له فضاء خاص للأسباب التالية: محدودية نطاق النشاط البيوإلكتريكي والبيوإلكترومغناطيسي للخلايا الحية، ويكون دائماً بمقدار بيكوفولت إلى ميلي فولت ومن بيكوهاوس إلى نانوهاوس. الميادين الإلكترومغناطيسية والكهربائية الهدامة والمختلفة من حولنا والتي لا يمكن إحصاؤها تتداخل مع كل برنامج صناعي للتوجيه الخلوي وتسبب لها خللاً. إجراء البرامج الخلوية يجب أن يتم بدقة عالية، وإلا سوف لم نحصل على النتائج المطلوبة. كل الأشياء حولنا تصدر ذبذبات إلكترومغناطيسية، وهذه الذبذبات لها تأثيرات متبادلة. الخلايا الحية أيضاً تصدر ذبذبات إلكترومغناطيسية منوعة تنطلق منها موجات إلكترومغناطيسية في حال نشاطها، وإن انعكاس هذه الذبذبات عند الاصطدام بالأشياء حولها تؤدي إلى تأثير ثانوي على الخلايا، يتبع ذلك استجابة متبادلة للخلايا الحية بهدف التأقلم مع الظروف المستحدثة. هذا التأثير المتبادل يحدث في 1/27,000,000,000,000 من الثانية. للحصول على النتائج المطلوبة يجب أن نهيئ جواً خاصاً وفق الظروف التالية: لا يكون فيه أي طاقة إضافية خارجية لا يمكن التحكم بها. يجب أن يكون التأثير المتبادل المستمر بين الإنسان والبيئة المحيطة به أثناء توجيه الخلية بحيث يمكن قياسه والتحكم به. مما سبق شرحه من المطالب تبرز مشكلة كيفية إيجاد مثل هذه البيئة وإيجاد التغييرات اللازمة في البرامج وصولاً إلى النتائج المرجوة. قد لا نحصل على النتائج المطلوبة فوراً رغم دقة العمليات المذكورة في النقطتين الثانية والثالثة، وذلك لأسباب ثلاثة: لأن برامج توجيه الخلية تهيأ وتنفذ وفق الخلايا العادية، لكنها في الظروف المحيطة بالخلايا ليست متشابهة بسبب الأسباب الكثيرة المحيطة بها، كما أن الظروف المحيطة بكل خلية تجعلها مختلفة عن غيرها. يمكن القول إن خلية كل كائن حي لها ظروف استثنائية مختلفة حتى عن خلية نفس ذلك الكائن، وهي مختلفة حتى في التوائم المتشابهة تماماً. النقطة الأساسية: بسبب تأثير العوامل الهدامة الكثيرة حولنا، كلنا نعاني إلى حد ما من اختلالات خليوية. يمكن القول إن جميع الكائنات الحية في العالم مريضة نوعاً ما من حيث البنية الأساسية للخلية. أكثر هذه الأمراض لا تصاحبها أعراض سريرية، والنوع الآخر منها له أعراض سريرية لكن المريض لا يشعر بها. على سبيل المثال، يدخل الإنسان هذا العالم بهذه الاختلالات ويعيش فيه ويموت دون أن يشعر بها إطلاقاً، فهو لم يبلغ كامل صحته ونضارته وطاقته الإنتاجية القصوى لكي يعرف هل هو مريض أم لا، ولم يتمتع بالنشاطات الصحيحة والحقيقية لأعضاء بدنه لكي يتمكن من تمييز اختلالاتها. وفق هذه المسألة، كل كائن حي يعيش في ظروف خاصة للخلايا نتيجة العوامل المتعددة المحيطة به طيلة حياته وحتى قبلها. الظروف الخاصة للخلايا لكل كائن هي سبب إيجاد أساس الاستجابة الخاصة للعلاج. على أساس هذه القاعدة، إنه إذا مر كائنان حيان بظروف متساوية تماماً بنفس المرض وأخضعا لنفس العلاج، ستكون استجابتهما للعلاج مختلفة. برامج القسمين الثاني والثالث للعلاج الأساسي للخلية قد تشتمل على الأخطاء مهما روعيت فيها الدقة، وهذا يؤثر على النتيجة النهائية. الدقة في حساب التأثير المتبادل للبيئة التي ينفذ فيها برنامج توجيه الخلية مهمة جداً، ويبقى هناك احتمال الخطأ والذي لابد يؤثر على النتيجة النهائية. بعد كل مرحلة من مراحل العلاج يجب أن يتم تحليل نتيجة العلاج حسب استجابة المريض له، ويجب إعادة الحسابات وأن تستمر هذه المسيرة حتى تتحقق نهائياً النتائج المطلوبة بشكل مطلق أو نسبي.
العلاج الأساسي للخلية ينقسم إلى قسمين رئيسيين، وهما ألف العلاج العام الشامل. إن مريض الخلايا عادة يصاب بثلاثة أقسام رئيسية من الاختلالات. أولاً، وجود الاختلاف الرئيسي الخلوي وضعف مراكز إنتاج الطاقة. ثانياً، الخلايا المشوهة والمريضة نتيجة الاختلاف الرئيسي الخلوي تخيم في جسد المريض. ثالثاً، الأضرار التي تسببها الخلايا المريضة لأعضاء الجسم. العلاج العام الشامل لحل هذه المشاكل الثلاثة يتم عبر المراحل التالية: ببرنامج دقيق يقع في أربعة أقسام رئيسية، يحدث التعادل في الكروموزومات وجدران الخلايا والقنوات وقطبي الخلية. في هذه الحالة تزول المشكلة الأولى ويهدم الركن الأساس للأمراض. بتنفيذ برنامج إقرار التعادل العام للخلية، تتيسر للخلايا المريضة القادرة على ترميم نفسها الفرصة لترميم نفسها. أما الخلايا غير القادرة على إصلاح نفسها فتصاب بانتحار خليوي وتخرج من المدار أثناء تنفيذ برنامج إقرار التعادل في الخلية بسبب انسداد قنواتها ومحدودية التيار البايو إلكترومغناطيسي في الكروموزومات، وكذلك صدور أمر بانتحار الخلية للخلايا المصابة بالاختلال. بتنفيذ برنامج يعزز بطارية الخلية فتزداد قدرة الخلية بسرعة كبيرة، ونتيجة ذلك يتم القضاء على الأسباب المخربة للخلية وتسريع مسيرة إعادة بناء الخلية. الأضرار التي تصاب بها الخلية المريضة في الكائن الحي على شكلين رئيسيين: الأضرار المسموح بها والتي يمكن ترميمها وفق برنامج العلاج العام الشامل، الأضرار غير المسموح بها والتي يتم إعادة إنتاجها أو استبدالها وفق برنامج العلاج الخاص في المرحلة التالية. العلاج الخاص: باستخدام برامج العلاج الخاص يمكن أن نستهدف اختلالاً محدداً في جزء واحد من أجهزة الكائن الحي ونقوم بإصلاحه. المثال الأول: إذا وقع الخلل في إنتاج أنزيمات الجهاز الهضمي مثل الليباز والإمبلاز بحيث يؤدي إلى خلل هضمي، نستطيع أن نفعل إنتاج هذه الأنزيمات ببرنامج خاص بإصدار أمر بايوإلكتريكي. المثال الثاني: إذا كان مقدار الحديد في جسم المريض أكثر أو أقل من الطبيعي، يعمد إلى السيطرة عليه وإصلاحه بإصدار أمر بايوإلكتريكي خاص لإنتاج الحديد. لذلك يمكن إعداد مجموعة مختصة لبرامج ترشيد الطاقة البايوإلكتريكية وبايوإلكترومغناطيسية المختصة بالخلايا، ويمكن استعماله كبرنامج ترشيدي في علاج الأمراض الخاصة. اختلاف العلاج العام الشامل عن العلاج الخاص. ألف العلاج العام الشامل: أولاً، إقرار تساوي نسبي في جميع الخلايا على أربعة أقسام. ثانياً، تعزيز بطاريات الخلايا. ثالثاً، إزالة ضغط العوامل الداخلية والخارجية على الخلايا. رابعاً، تفعيل القدرة الخلوية العظيمة فيما يتعلق بترميم وإعادة بناء الخلايا المصابة. خامساً، إخراج الخلايا غير الممكن ترميمها من المدار، أي أبوبتوزة. في حال تحقيق النتائج المذكورة ولو بشكل نسبي، يكتمل نظام التحكم الخليوي الدقيق جداً، وهذا الإنجاز كامل إلى حد ما. العلاج الخاص: أولاً، يؤثر فقط على الخلايا المستهدفة. ثانياً، أثره المباشر وغير المباشر على بقية الخلايا قليل جداً ويمكن تلافيه دوماً. ثالثاً، مقدار تأثيره كبير جداً بسبب تمركزه على قسم خاص. رابعاً، تقييم نتائج العلاج وإعادة البرنامج العلاجي حتى الحصول على النتائج النهائية سهل وقصير جداً، وذلك بسبب نطاق العمل الضيق. خامساً، تكون فترة العلاج قصيرة والبرنامج العلاجي أبسط ونتائج العملية أدق وأوضح. والعلاج الأساسي الكامل للخلايا يشمل العلاج العام الشامل والعلاج الخاص وفق الترتيب التالي: أولاً، تنفيذ برنامج العلاج العام الشامل. ثانياً، تنفيذ برنامج مبرمج زمنياً بعد العلاج بهدف تحقيق التأثير الكامل للعلاج العام الشامل. ثالثاً، تقييم النتائج الحاصلة من العلاج الشامل.
رابعاً، في حال إصلاح جميع الاختلالات التي تشاهد في بعض نشاطات الخلية بواسطة العلاج العام الشامل، تنتهي فترة العلاج ويسمح للمريض بمغادرة المستشفى. خامساً، إذا شاهدنا بعض الاختلالات في بعض نشاطات الخلية بعد فترة العلاج العام الشامل، ينفذ برنامج العلاج الخاص. دوام العلاج الأساسي للخلية. تبقى آثار العلاج الأساسي الخليوي حتى آخر العمر تقريباً، وحتى في الأجيال التالية، لذلك يمكن أن نسميه بترميم أساسي للخلية. وفي حال بدأ مسيرة الانهدام الخليوي ثانية بسبب الآثار الشديدة للأسباب الهدامة الخارجية، يمكن القيام بإعادة العلاج الأساسي للخلية وتصليحها.